بلغت ساعات التجهيز للتيار الكهربائي 16 ساعة، والحمل 863 ميجا واط، وسد الموصل يجهزنا ب 220 مع السد التنظيمي 220 ميجا واط، وخورماله 430 ميجا واط، وقياره الغازيه 200 ميجا واط، وموصل الغازيه 100 ميجا واط، والاقليم 150 ميجا واط. عدد ساعات تجهيز المناطق المشموله من شركه كار هي 20 ساعه تجهيز، ومعدل حمل كار 60 ميجا واط. طبعا ساعدت انخفاض درجات الحرارة بزيادة ساعات التجهيز للمناطق المشمولة بكار والمناطق غير المشمولة بخدمة كار. كما قلنا أنه ساعات التجهيز الآن 16، وكلما تنخفض درجات الحرارة نسبيا إن شاء الله تزداد ساعات التجهيز. عندنا الحقيقة السبق إعلامي وحسب توجيهات رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء في سبيل تجهيز المراكز الانتخابية بتيار كهربائي مستمر خلال يومي 8 و10، يوم 8 الانتخاب الخاص ويوم 10 العام. وهناك تجربة تسبق هذا اليومين بالتنسيق مع السيطرة والاتصالات في مركز توزيع كهرباء نينوى فيما يخص محافظة نينوى بصورة عامة، وذلك لتأمين التيار الكهربائي بصورة مستمرة خلال هذه اليومين في سبيل الاقتراع، وهو مصلحة عامة للمواطنين الكرام.